الكشف عن خطة بايدن لمواجهة الحوثيين مع فشل حملتهم العسكرية. وإلى التفاصيل، كشفت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء خطتها البديلة في اليمن. يأتي ذلك بعد مداولات استمرت لأسابيع على ضوء إخفاقات عسكرية في وقت عمليات البحر الأحمر. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن إدارة بايدن أبلغت حلفائها في المنطقة استحالة اجتثاث من وصفتهم بالحوثيين، مشيرة إلى أن الحركة قومية وليست طائفية كما يتم تصويرها. أوضحت المصادر بأن وزير الخارجية الأمريكي الذي كان زار السعودية ومصر الأسبوع الماضي أبلغ تلك الأطراف بأن الحل الوحيد لهزيمة من وصفهم بالحوثيين ليس عسكرياً بل بالسير في الحل السياسي. وأكدت المصادر بأن الخطة الأمريكية تهدف لفترة أبعد من الحرب على غزة، وتتمثل بالرهان على فقدان من وصفتهم بالحوثيين للغطاء السياسي والاجتماعي في اليمن بدلاً من الانخراط في مواجهة معهم. وتعد الخطة الأمريكية تطوراً لافتاً في الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع اليمن، والتي برزت مؤخراً بالتزامن مع طوفان الأقصى وتمحورت حول التصعيد عسكرياً قبل التراجع إلى أدنى طموحها باحتلال اليمن. كما تؤكد عدزاً أمريكياً في مقارعة اليمن، خصوصاً وأن هذه الخطة جاءت عقب مخاض عسير لإدارة بايدن درز في الاجتماعات على مستوى الأمن القومي منذ بدء العدوان الأمريكي على اليمن في يناير الماضي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.